السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في الحلقة الثامنة من برنامج الزبد. الحلقة دي بعنوان لعبة الكراسي. في الحلقة اللي فاتت وقفنا عند سنة 1900 بعد ما شفنا شكل الشرق وشكل الدول اللي سيطرت عليه، وشفنا كمان ملامح لحالة الغرب اللي كانوا تحت سيطرة المسلمين. ولو لسه فاكرين سؤال الحلقة اللي فاتت اللي هو كان هل بعد انتقال العلم من الشرق للغرب ممكن الوضع يتغير ولا لا؟ هقول لك. القصة بدأت سنة 800، كان في صراع داير ما بين أوروبا وما بين نفسها، كانت بتحلم تغزو الشرق وتسترجع كل الأراضي اللي خسرتها من المسلمين. لكن في الحقيقة وعلى أرض الواقع كان المسلمين متقدمين جدا عن الأوروبيين، متقدمين من حيث القوة والعلم والقوة العسكرية، وده فعلا اللي ساعد المسلمين ان هم يصدوا هجمات الغرب عن الشرق. بس الغرب كان عندهم مشاكل كتيرة جدا بينهم وبين بعض، والفترة دي كانوا بيسموها فترة الشتات، او زي ما احنا بنسميها لعبة الكراسي او تبديل المراكز. من قديم الازل والصراع في اوروبا ما بين انجلترا وفرنسا على مين اللي هيسيطر على اوروبا، من اول الحملات الصليبية على الشرق وصولا للحملات على الغرب نفسه. واتسمت الحملات دي بفترة استعراض القوة، لكن قبين الصراع هم انجلترا وفرنسا، وتعتبر الحرب بين انجلترا وفرنسا من اطول الحروب في التاريخ لانها قعدت 100 سنة. القصة بدأت سنة 1336، كان في عيلة اسمها بلانتاجانت، الاسرة دي الحاكمة لملوك الانجليز. العيلة دي كانوا قاعدين بيتعشوا مع بعض، طلع واحد فيهم ما شاء الله نبغى، قال لهم بقول لكم ايه، ما تيجي الويك اند الجاي نسيطر على اوروبا. وعجبتهم الفكرة يا معلم. وعلى الناحية التانية كان في عيلة اسمها عيلة فالو، دي الأسرة الحاكمة لفرنسا. العيلة دي كانوا قاعدين بيتغدوا بقى مش بيتعشوا، وهم قاعدين بيتغدوا طلع واحد فيهم نبغى برضو، قال لهم بقول لكم ايه، ما تيجي نبوظ الويك اند بتاع انجلترا. وقامت الحرب ما بين انجلترا وفرنسا، بس ما كانش ويك اند، كان قرن اند، لان الحرب قعدت 100 سنة وانتهت بانتصار فرنسا. بس كان لسه برضو اوروبا بتعاني من حملات المسلمين على العالم كله، والعالم ده كان على وشك ان هو يتغير بالصدفة. الصدفة دي كانت ان المسلمين سيطروا او قطعوا طرق التجارة عن اوروبا، واللي هو كان طريق الحرير. لكن في الحقيقة كانوا بيفتحوا لهم طرق جديدة، وده بسبب ان اوروبا كانت هتعلن افلاسها او كان هيحصل فيها مجاعة، فقرروا حكام اوروبا ان هم يفكروا في فكرة جديدة. الفكرة دي كانت استكشاف المحيطات. من ضمن الدول اللي بعتت رحلات استكشاف كانت ايطاليا واسبانيا والبرتغال. سنة 1492 كان في بحار شاب كده اسمه كريستوفر كولومبس، الراجل ده اقنع ملك اسبانيا ان هو يمول رحلته لاستكشاف المحيط، واقنعه كمان ان هو يقدر يوصل للصين والهند واليابان اللي كانوا المسلمين قطعوا الطرق عنهم. وفعلا بدأت الرحلة، وبعد اقل من 70 يوم وصل لجزر البهامز. بس اللقاء الاول بينه وبين سكان الجزر دي كان لقاء ودي جدا، لحد ما شاف ان السكان دول لابسين ذهب كتير قوي، فبدأ يطمع ويعرف ان في مناجم ذهب على الجزيرة. فرجع اسبانيا وحكى اللي شافه لملوك اسبانيا والبرتغال وايطاليا، وساعتها اعلن اكتشافه للهند الشرقية، او زي ما هو كان فاكر انه اكتشف اجزاء جديدة من قارة اسيا. وطبعا لما الاوروبيين عرفوا ان الموضوع فيه ذهب كله قال لك يلا بينا نمول يا معلم، وبدأت الرحلات على الجزر دي تروح وتيجي من مختلف دول أوروبا. في السنة اللي بعدها على طول اللي هي كانت سنة 1493 نجح كريستوفر كولومبس ان هو يكتشف جمهورية الدومينيك وكوبا، وسماهم ساعتها هسبانيول. بس عشان الموضوع كان فيه ذهب فكان الجنود اللي بيسافروا من أوروبا لهسبانيول ما بيتعاملوش كويس مع السكان، فقرر السكان الأصليين ان هم يعملوا مقاومة، وفشل كولومبوس في إقامة مستوطنة في الجزر دي. ساعتها ملك أسبانيا قال له لا تعالى بقى يا عم، انت أخدت مننا فلوس كتير قوي ولحد دلوقتي ما رجعتش أي حاجة، وكمان عملت مشاكل. وبعد التحقيق اللي عمله ملك أسبانيا مع كولومبوس أقنعه كولومبوس إن هو يعمل رحلة أخيرة لاستكشاف مناجم الذهب. الرحلة دي كانت سنة 1504، وصل فيها لأمريكا الوسطى اللي هي نعرفها حاليا، وفضل لحد ما مات مقتنع إن هو اكتشف آسيا. يا عم دي أمريكا، لا لا هي آسيا. لحد ما جه واحد اسمه أمريكو فيسبيتشي، وده اللي قال إن هي قارة جديدة تماما وسماها أمريكا. ومن هنا بدأ الاستعمار الأوروبي لقارات أمريكا الجديدة. بس الاستعمار ده ما كانش سلمي خالص، ده ارتكب مذابح كتيرة جدا، زي مثلا ان هم قضوا على ثلاث حضارات اللي هم الانكا والاستكس والمايا، وكانوا كمان عاملين مكافاه للي يقتل اي حد من السكان الاصليين. المكافاه كانت 100 جنيه استرليني للي يقتل الراجل،
و50 جنيه استرليني للي يقتل طفل او ست، واستعبدوا اكتر من 12 مليون افريقي. وبدا النزاع على امريكا من الاوروبيين. ساعتها قرروا فرنسا وانجلترا ان هم ينقلوا الخلاف بتاعهم من اوروبا لامريكا ويروحوا يتخانقوا هناك. فبقى في مستعمرات في امريكا، فرنسا الجديده واسبانيا الجديده وهولندا وانجلترا. وبدات الحرب ما بين الدول الاوروبيه في امريكا. فقرروا السكان الاصليين ان هم يعملوا انتفاضه على المستعمرات الاوروبيه، وفعلا نجحت الانتفاضه وتحولت لحاجه اسمها حرب الاستقلال الامريكي، اللي كان من مؤسسينها بنجامين فرانكلين وجورج واشنطن، اللي هم الاباء المؤسسين اللي قادوا الحرب ضد الانجليز. ونجحت الحرب وتم الاعتراف بامريكا كدوله مستقله. تم الاعتراف بقى من مين؟ من اوروبا طبعا. وبدا ينتهي الصراع الاوروبي في امريكا. بس في اوروبا كان في صراع جديد جدا. الصراع المرة دي ما كانش صراع حروب، كان صراع صناعي. الثورة الصناعية قامت في أوروبا، لكن أشهر حاجة في الثورة الصناعية دي كان اختراع ألفريد نوبل، كان اختراع الديناميت. ومن أول اختراع الديناميت واتغيرت موازين القوة في أوروبا، بقى في صراع جديد ما بين ألمانيا وفرنسا. طب يا معلم، هو أنت مش قلتلي إن الصراع كان ما بين إنجلترا وفرنسا؟ ايه اللي دخل المانيا دلوقتي؟ هقولك. اي حاجة ليها علاقة بالصناعة الالمان هم مملوك الصناعة، عشان كده انجلترا ركنت بقى على جنب شوية وبدأ الصراع ما بين فرنسا والمانيا. والصراع ده كان صراع التحالفات، كل واحدة من الدول دي عملت صحوبية مع الدول اللي جنبها. المانيا عملت تحالف بينها وبين المجر والنمسا، ففرنسا اتضايقت جدا فراحت عاملة تحالف مع ايطاليا وروسيا. وفضل الصراع يسخن 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 لحد سنة 1900. سنة 1900 العالم كله كان عارف ان في حرب هتقوم، لكن محدش كان عارف الحرب دي هتبدأ منين. وفعلا بعد انتقال العلم من الشرق للغرب موازين القوة اختلفت تماما، وبقت كلها بتصب في مصلحة الغرب. في الحلقة الجاية هنشوف ازاي الصراع اللي ما بين ألمانيا وفرنسا وصل العالم كله لحرب عالمية أولى.